السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا من جديد. معكم ايهاب محمد. وما تنساش اول حاجة لايك الفيديو واشتراك القناة، واهلا بيكم. ويلا نبدأ الفيديو، وهو كونكر اونلاين وويندوز 11. عفوا، ناس كتيرة جدا 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 قالت لي انت بنشوف عندك ويندوز 11 ازاي. طبعا يا جماعة، دي كان حاجة اسمها سي او ريليز، ده هو معنى صح، اللي هي النسخة اللي كانت بتبقى تجريبي بتنزل من شركة مايكروسوفت. بس بصراحة النسخة عجبتني جدا جدا جدا، وهم حرفيا بقى بينزلوا تحديثات ليها عشان يقدروا يصلحوا الأخطاء دي. طبعا التحديثات النزيل الأخيرة اللي نزلت بصراحة كانت ممتازة جدا جدا، صلحت كتير جدا من عيوب ويندوز 11. طيب، مال ده ومال كونكر عموما؟ مقارنة ما بين كونكر أونلاين وويندوز 11. أول حاجة، لو شفنا في ناحية ديسك مانجر، السي بي يو اللي هو بيستخدمه، على فكره السي بي يو مش عالي، هو بس عشان خاطر انا بعمل ريكورد، فهو طبعا الريكورد واخد من السي بي يو شويه. بالنسبه لكونكر اون لاين، واخد سي بي يو 1.6%، وطبعا الرام واخد 129 ميجا، فطبعا مش فرق كبير خالص. وطبعا سرعه النت اللي هو واخدها اقل من، هو زي ما انتم شايفين اقل اصلا من 1 ميجا بايت. والجي بي طبعا واخد 11% وبتزيد. طب انت تقول لي السي بي بتاعك على ليه؟ هو اصلا السي بي بتاعي ما بيرفعش عن 4 أو 5%، بس طبعا عشان الريكوردنج اللي شغال فيه حاليا. طيب، عشان تتاكد اكتر برضه ان هو ويندوز 11، طبعا ده يا جماعه عفوا ده الفيديو اللي فات فتح لوحدي، معلش انا اسف. زي ما انتم شايفين اهو، عموما بصراحه مميزات ويندوز جميل جدا 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 في كل حاجه. وده يا جماعه طبعا اهو عشان الناس تتاكد برضه، ويندوز 11 برو زي ما انتم شايفين اهو، حلو الكلام. دي النسخه خلي بالكم متحمله من شركه مايكروسوفت، يعني انا كان ويندوز 10 فعملت النسخه التجريبيه دي فتحملت لي تلقائي، عشان ما حدش يقول ان انت بسطت ويندوز جديد ومنزل على النت والكلام ده كله. لا، الحمد لله، يعني انا اي حاجه من شركه مايكروسوفت بالسيريال بتاعه وكل حاجه، يعني عشان ده طبعا ما يضرنيش انا عموما، يعني عشان طبعا بيانات الناس اللي بتبقى معايا اكونتاتها والحاجات دي كلها، عشان مش ناقصه مشاكل. غير كمان اصلا اللعبه سلسه جدا في الويندوز 11 ده، زي ما انتم شايفين مفيش اي مشاكل جدا اهو، زي ما انتم شايفين اللعبه بصراحه سلسه جدا خالص. كمان انا اصلا بستخدم اكزيت لاج اللي هو بتاع البينج، فبصراحه اللعبه على ويندوز 11 كفاءه. الفي بي اس طبعا ما بينزلش عن 90 و99 99 99، فمن ازاي وهكذا. فالموضوع لذوذ جدا حرفيا، فمن ازاي اهو زي ما انتم شايفين مفيش اي مشاكل، اللعبة سموزي جدا اهو، مفيش اي مشاكل. زي ما انتم شايفين بضرب على طول، يعني الضربة اللي بضربها على طول بتطلع اهو، هيتكة هيتكة عشان الاستمانة خلصت. فاللعبة بصراحة الويندوز 11 بالنسبة لي كفاءة جدا جدا جدا. طبعا يا جماعة عشان الويندوز 11 ده يجيلك، فطبعا انت على الاقل محتاج امكانيات معقولة، لان هو عاملين معدل اللي هو مينيمم، وكمان ريكومنتد اللي هو مثلا المعدل، مثلا انت مثلا كارت شاشه 1650 ده الاعلى حاجه، مثلا الاقل حاجه 1075، فمن عموما يعني هو كارت الشاشه نضيف وبتاع. الموضوع لسه احنا ما نعرفش ويندوز 11 عموما هيقدر يشتغل على امكانيات عاديه ولا لا. طبعا مع احترام الناس اللي هي شغاله بويندوز 7 والكلام ده كله، بس الناس كتيره جدا سالتني عايزك تعمل مقارنه ما بين ويندوز 11 وكونكر اونلاين. بصراحه كونكر اونلاين على ويندوز 11 جميله جدا جدا جدا، مفيش اي تهنيجات خالص في اللعبه. طبعا هتقول لي انت عشان قاعد في مكان لوحدك، فطبعا مفيش غير الماركت اللي هو تقريبا اكتر تهنيجات فيه، بس مش عارف انه في سيرفر تقريبا مفيش اي حد. يعني لو قلنا اهو، لو قلنا مثلا ان ده تجميع حلو برضو مش وحشه، يعني الاف بي اس يا جماعه ده زي ما هو 99 برضو منزلش، زي ما انتم شايفين اهو مفيش اي مشاكل. اللعبه خلي بالك انا عاملها على هاي، مش تبقى عارفين يعني مش عاملها على نورمال او كده، لا اللعبه معموله على الهاي. تمام، وكده يا جماعه طبعا دي كانت المقارنه. بصراحه اللعبه جامده جدا على ويندوز 11، مفيش اي مشاكل مفيش اي اخطاء، غير كمان ان التحديثات بتنزل بتاعت ويندوز 11 بتخليه افضل اكتر واكتر. طبعا يا جماعه ده كان شرح الفيديو ما بين ويندوز 11 وما بين كونكر اونلاين. بس بصراحه بالنسبه بجد ويندوز 11 ده حكايه تانيه خالص. كان معكم يا عبد محمد من قناه وين كونكر، ما تنساش لايك الفيديو والاشتراك في القناه مع تفعيل زر الجرس، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.